انا راسبت كنشوف واحد الراديو كنشوف انتم معروضين في هذيك الاذاعه في الاوف فاش كانت واحد الاغنيه دايزه في الاوف كان المذيع اللي استقبلكم كان داير واحد لو لايف سو فيسبوك ياك اي كانوا كنتوما كتهضروا مع بعضياتكم وانتوما بيناتكم كاين شدان حيت كاين جوج كاين جوج جزائريين كاين واحد مغربي واحد مصري دوك فيكم شدان واش شدان اللي يقدر يكون بالنسبه لكم انتوما زوين بالناس الاخرين يكون باسل واخا اللي وقعوا انه واحد الوقيته دارت واحد الهضره ما بينك انت عادل وبي ام دي وبين بي ام دي دونك دارت شي هضره بيناتكم اللي حيت نهار السبت كان عيد الاستقلال ياك وهضرتوا على عيد المساله الخضراء ياك وانت بي ام دي قلتي حيت كتشدوا في بعضياتكم انتوما ياك عادل وانت جزائري وانت مغربي اي قلتي انت بي ام دي قلتي المسيره الخضراء قتلتونا بها لا هو راه قبل ما يقول هكاك قلت له بدات الاغنيه بداو دريت يقول الاغنيه ديال اش هذه تيقول له ريميكس انا نقول ليه ايه مسيره خضراء مشكله الكاميرا ما شدتنيش انا قلت له الامر بالبساطه هذه اسمع بحال بحال قلتي صدعتونا عادل عادل في عادل في واحد الحاجه اذا عنده فيرتي على حاجه يهبلك بها واخا عادل باباه وعمو كانوا في مسيره خضراء يضل يحكي لنا عمي وبابا كانوا في مسيره خضراء واخا البارح منين حطوا لا شونسون عادل جاليا قال لي بابا انا كان في مسيره خضراء قلت له يا ودي قتلتينا بمسيره خضراء هذه جون يعاودها لي بزاف هذه حاجه بين حاجه بين صحاب صحابنا نضحكوا شدان بيناتكم انتم نضحكوا عادي البروبليم سي البروبليم سي صورونا وحنا ما على بالناش وداروا هذاك المونتاج حطوا بتيت فيديو ما بينتش القصره كامله مي حطوا هذيك جيست الهضره هذيك وجون مو امارا وباش مشات في السوشيال ميديا معلوم وبزاف ديال الحوايج وانتم ضحكتوا بعضياتكم وانا بورتر وانا بورتر ديما بقاش يوقف وانا الواتسابات واتسابات 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 خاصكم ما تجيبوهمش ما يجيوش شو قال شي هضره باش تلهي على قبل المسيره الخضراء هضره ما كايناش حاجه سامبل فرنسك الدراري سعيد والله ما عارف اش الاغنيه ديال المسيره الخضراء ما عارفش كنا كنهضروا على بالناش اسكو اغنيه وطنيه يعني ودينا كنوضحوا بدا الدراري تيقولوا هذه اغنيه استقلال لا لا على شتي الفيديو قال لهم احمد اليوم العيد المولد النبوي لا لا قلت لهم عيد لا لا كان هو عيد عيد الاستقلال وقلت لهم كمان عيد المولد النبوي شكون دونك انت شنو تقول للناس انت انا عارف شوف انا عمري ما نقصد اساءه لحتى واحد شوف متفهم هذاك الغضب وهذاك بصح عمري ما نقصد الاساءه لحتى واحد يعني خصوصا الشعب المغربي في القضيه هذه ونقول لك واحد الحاجه مومو كم يعني سنوات عداو في 2013 يمكن لا 2014 كانت واحد ليميسيون فوت فيها انايا كوم رابور قبل ما نتلاقى في ذا فايف وصلت بارمي لي فيناليست مي ما ربحتش كانت مع واحد الكونكور واللي فينال واللي ربحوا جاو فاتوا معاك هنايا وانا ما فتش وبقى فيا الحال وقلت وان داي راح نجيو نفوت مع مومو وراح نتشهر ان شاء الله وبقيت نسنى في هذاك النهار نرجع باش نشرح لك هذا الموقف درك مرحبا اخويا الله يسلمك وراك جيتي وجيتي بخبويستك اخويا جسيت انا كنت ترونكيل ويكاند انا كنت ويكاند فهمتي ترونكيل بخير ويكاند بخير واحد الوقيته كيوصلني بي ام دي واحد من الفايف راه قال راه فعل هذا قلبنا على الفيديو حيت انا عمرك كنحكمش مسبق مانيش حكم مسبق مي قلبت على الفيديو الفيديو فيها شدان بيناتكم باينه والشدان باين ضحك ما باينش شدان قال عادي عادي المسيره الخضراء قال مسيره خضراء قتلتونا بها ابري واش قلت؟ قلت عادي ماشي الكل لا راه سير اسمع الفيديو قلت عادي ماشي الكل دابا باش نوضحوا المسائل انت غتهضري حتى انت انت ماريا نادين دخلت هي دخلت في لافير اش في خبرك انت كنتي غتخرج عليهم كاملين انت واش ناوي؟ فهمت وتخرج تهضر بقى تقول والو كان يخرج عليكم كاملين عرفت واحد الروينه ونطالب الفنانين المغاربه بمقاطعات وهذا صاحب التصريح بالغنى نعم المنع من الغنى والمنع من الزناقي ومنع من كل شيء وهذه حتى هي قالوا لها كانت معاكم وهي ما كانتش معاكم كانتش خلاص واو بزاف المهم حاجه واحده وانه انتم كتكلموا بعضياتكم انتم صحاب كاين هذيك القضيه ديال الضحك ما بين جزائري مغربي حنا كاين فينا مصري مغربي ديما بيناتنا هذوك فوالا شدا بيناتكم سمعتي انت عايشين مع بعض ثلاث سنين واش تستنى يعني اكيد راح يوقع فيها كامل هذاك الضحك شدان ولكن واحد شدان شدان بيناتكم اي واحد الوقيته انت قال لك راه مسيره خضراء هذه اغنيه مسيره خضراء قلت انت قلت شنو مسيره خضراء حيت كاين بزاف حوايج اللي كتسمعهم اي قلت عادي كنت سير تشوف الفيديو انا نعطيك نصيحه اخويا ما تبقاش تطلع مسيرة خضراء ما طلعت حتى شي حتى شي بلاد حتى شي حاجة نو والله شوف شوف نقولك مومو يوصيونا على القضية هذه بالذات حنا لا علاقة بالسياسة كامل ذا فايف كامل ما نفهموش في السياسة هذه حاجة الحاجة الثانية هو كي واحد دي فوا يلوح لك هذاك الميش ديال لك تيز يخليك تحكي في الموضوع هذا ومن بعد
معلوم. ما بغيناش نقولوا شنو كان واش كان قبل باش وصل للسوجي يعني واش كان قبل كيقلبوا عليها كيفاش يعني ما عرفتش الدراري انا كنت انا كمغربي كنشوف كنا نحكيو قبل ما ندخلوا جماعه ما ندخلوش في الموضوع هذا ما حنا كنبغيوش البروباغندا كاين الناس كي لي زارتيست كيموتوا على بحال هاد المواقف كيتسناوهم حنا ماشي من داك النوع حنا بغينا نقدموا الفن تقبلوه الناس مزيان ما تقبلوش راه حنا راضيين باللي اللي عندنا ماشي المهم بي ام دي المسرح خضره واعره ما كاين والو انا ما مسرح خضره واعره ايفينمون واعر دوك بخير احتفلنا به السيمتا الاثنين لو 6 اي 18 كان استقلال وبخير على خير وسلام كاع الناس اللي كانوا في مسرح خضره منهم الوالد الوالد ديالي لاش باش راس عليهم الدار والله ما قلت شي حاجه قالك شي حاجه جيب مازال ما قال لي والو الوالد ماشي سوشيال ميديا بزاف يسق الخبر ديروا له شي تيست حطوا له الاغنيه اي دور الاحمد يقول له بابا كان في المسرح اه ما كاين مشكل ما كاين مشكل ماريا انت خطيبك هو كازيم لي في ذا فايف اي في الفيديو كان واحد الصوت ديال واحد البنت كتهضر اللي كتقول ليه واش انت ما بغيتي واش تمشي بعدا مكتحاح اي واش دونك الناس اتهموني بلي انا هي ديك البنت لانه فكروني انا كنت مع دفاي في الراديو واتهموني قالوا ليا في بلاصه ما دافي على بلادك ولا هذا ولا الدوري فيه ولا شي حاجه قالوا ليا بقيتي كتضحكي وكتسمسخري بالمسائل الخضراء وقلتي له زعما كون كوالا بغيتي تمشي بعدا مكتحاح دونك تو سكو جي في سي كو جي بحال برأت راسي من توما قلت لهم لي راه جيتي سيتي با موا واش تي غابا دونك جيتي با بريزونت دونك ماشي انا هي ديك السيده اللي هضرات قلت بلي ديك السيده هي المذيعه ديال الاصوات ديال الاصوات اللي كانت ديال الاذاعه اللي تشوف فيها ولكن جستيفي اش كنتي غدير انت انا شفت عمك خويا شفت كتهضر على هادشي كنعاودو نديرو بروموسيون كاش اغنيه تعذب باش دير بروموسيون مي الحاجه هادي كي الفيروس كيفاش تمشي معلوم اخويا 3 اور الفيديو انا تمنيت لو كان مشى الفيديو كومبلي لو كان حطوا الفيديو كومبلي احنا زعما صراحه ما كاين الناس انا تيقول لي علاش ما درتي رياكسيون علاش ما انت مغربي ما كان انا كنفتخر مغربيتي وحتى شي حاجه ما توقفش قدام مغربيتي لا موسيقى مع احترامي لدي فايف لا دي فايف لا لايبل ديالي حتى شي حاجه ما كتوقف قدامهم الوالد ديالي شارك في هذا ليفينمون كنفتخروا به احنا بان الوالد ديالي شارك في ليفينمون كاين الناس اللي كيهضروا كان ممكن كاع حتى شي حد من عائلته ما شارك في هذا الشيء انا الوالد ديالي وعمي شاركوا في المسيره الخضراء اللي كاين هو انا حنا عرفنا بانه ضحك حتى المذيع بطريقه اللي دوات بها الا كنت شويه انسان منطقي راه غيبان بانه كيضحك وراه ما كناش كاين اللي ما كيتقبلش عادل ما كناش اللي ما كيتقبلش الضحك بالمسرح الخضراء ما كنتش مغربي الوحيد راه كانوا شي 6 ديال الناس ولا 7 يعني عارفين بانه اقول لك على حاجه مش لازم يكون والدك او عمك هي الفكره ان كل واحد عنده بلده يعني نفس الكلام مش بس المغرب كل واحد عنده بلده اكيد احنا كشعب عربي عندنا دمنا حامي زي ما بيقولوا عندنا في مصر اكيد ما حدش يتقبل سواء بهزار او يعني بجد او كلام يعني بجد ان هو حد يتكلم على بلده او بتاع كلمه كيتقبلش اكيد احنا كشعب عربي شوف محمد مثلا شوف في مصر لافير شيرين اخبارك بالضبط شيرين اخبارك وشوق على شيرين شوق على شيرين اخباركم على النيل شيرين توقفت على شوق على هي كانت في لبنان تقريبا هي شيرين من عادتها ان هي عارف هي طيبه او ما بتعرفش تتكلم عارف هي تربيتها كده اللي هي شويه عفويه فهي بتقول هي عندها اغنيه انا كنقولها احنا كنقولها في المغرب كتكور تاع العور غير بتكور وبتاعت العور ما كيشوفش كاع فهي عندها اغنيه اسمها ما شربتش من نيلها اغنيه معروفه جدا ما شربتش من نيلها وطنيه ما شربتش من نيلها طب جربت بتتكلم عن مصر فهي بتهزر فبتقول ما شربتش من نيلها فهي بتقول كانت بتقول على الستيج دلوقتي ما تشربوش من نيلها عشان فيها بلاريس يشربوا وقالت اسم براند ديال الماء يحبسوها واحد روين يحبسوها وقفت عن الشغل في مصر لا انت بس حبسات يعني وحملها في تويتر وحملها في السوشيال ميديا مصريين والمصريين 100 مليون عادش شي غدير انت خصوك راسك سكوت شوف انت غني شوف من اليوم ما تبقاش تهضر بقات غني انت هو اللي سيب انت شيرين بصلة توضيح اول شغله عادل ان كان عادل او ان كان بي ام دي وسعيد واحمد او انا لما بيكون هذا الحكي عم ينحكى من منطلق الجد اكيد ما حدا بيقبل بس لما بيكون عم ينحكى من منطلق المزح هيدا مزح هيدا انه شباب ما كانش لازم نصور مستحيل عادل نقول لك حاجه مهم انت واش قلت لي سامحني كاظم قلت لي كاين اللي ما يتقبلش هذا الشيء انا حبيت نقول لك باللي الموضوع كان بيني وبين عادل ضحك بيان سير مش ني انا راح ندير ستوري ولا ندير لايف ولا نقول الفيديو كان انا الموضوع هذا الصراحه
ما يهمنيش انا جيت نغني حنايا كذا فايف نهار نهار تجمعنا وحدنا العرب كيما نقولوا حنا ربع الدولات في في جروب واحد كان هذا البرنسيب تاعنا و دونك ما كاينش هادشي كامل وانت ماشي من الاصل ينسير ما فهم حتى حاجه سعيد شنو تقول يا سعيد انا ام سالم كتبغي تقول شي حاجه قلنا يعني كتبغي تقول شي حاجه توضيح برضه عشان نقفل الموضوع ده خالص هو الهزار او اللي حصل هو ما كانش على المسيره الخضراء ما لهاش علاقه خالص هو كان على عادل على زي ما تقولوا الهضره الكتير او الاوفر يعني مثلا عادل عنده واحد القضيه انه بس يبقى عنده ستوري او عنده قصه بيقعد يتكلم يعني مثلا هقول لك على حاجه من يوم ماتش الاهلي والوداد عادل اصلا مالوش في الكوره مالو يعني رقصوا يا بن شرقي كل شويه رقصوا يا بن شرقي رقصوا فاهم هو عنده عايش كل حال فرحان فرحان مع الكره وانا غادي نمشي نتفرج في الوداد لاكوب ديمون ابو ظبي ان شاء الله ان شاء الله اخويا لا فرحان مع كف الربحه زي ما بيقولوا مرحبا بالجميع مرحبا بدو فايف اتس